اسمك يا بنت؟ ابو نادر. Karim and one of his fellow students from Jordan have joined me. Every diplomat, every foreign minister in that meeting remembers that meeting. What a great pride it is to be here in Gaza today to officially launch UNRWA's global campaign called Dignity is Priceless. أي شرف كبير لنا اليوم هنا في قطاع غزة ونحن نعلن عن انطلاق حملة الأونروا العالمية والتي تحت عنوان الكرامة لا تقدر بثمن. I wish to confirm to all Palestine refugees that UNRWA schools, proud schools like the one we are standing in here today, will remain open. And I want to confirm that our healthcare and all other services will continue to be provided. It will be a huge challenge, but it is essential and imperative. أنا أود أن أؤكد اليوم لكل اللاجئين الفلسطينيين بأن مدارس الأونروا مثل هذه المدرسة التي نحن فخورون بها ستبقى مفتوحة. وأقول أيضا بأن العيادات والقطاع الصحي وتقديم الخدمات ستستمر. إنه تحدي كبير ولكنها قضية ملحة ويجب أن نقوم بها. I wish to confirm to all Palestine refugees that UNRWA's mandate is firmly protected in the General Assembly. Our mandate is not for sale and it was extended by 167 countries. أنا أقول اليوم لكل اللاجئين الفلسطينيين بأن تفويض الأونروا محمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إنه ليس للبيع وإنه قد تم تمديده بغالبية 167 دولة. Through this campaign, dignity is priceless. We are determined to connect with this solidarity and sympathy, and I call on all people of goodwill around the world, on private individuals, on institutions, on the Palestinian diaspora, on foundations to join us and to ensure that Palestine refugees continue to be supported and to ensure that UNRWA is funded. أنا أقول من خلال هذه الحملة والتي عنوانها الكرامة لا تقدر بثمن لأننا مصممون على أن نتصل أن نواصل الاتصال عبر التواصل والتعاطف والتضامن وأن نسأل كل الناس هؤلاء ذوي النوايا الطيبة كل المؤسسات أيضا الفلسطينيون في الخارج في الشتات القطاع الخاص كل هذه المؤسسات بأن تنضم للأونروا وتتبرع لها. أنا أقول لكم بما نقوم به. يعني الأونروا في خطر كبير بسبب تدهور الأوضاع المالية، هناك عجز بملايين مئات ملايين الدولارات، الإدارة الأمريكية كانت تقدم 350 مليون دولار، أعطتنا فقط 60 مليون دولار، ولا توجد ضمانات لأموال أخرى، هناك عجز من العام الماضي 49 مليون دولار، هناك عجز منظور العام الحالي ب 150 مليون دولار، حديث يدور عن مئات الملايين من الدولارات، لذلك نحن ندشن هذه الحملة من أجل أن يتحرك العالم لإنقاذنا. أقول أمام كل الجميع أني كمحكمة مسحة أو أن يعطينا هكذا ولكن نحن نطلب احترام. والله العظيم يا جدعان شويه شرايح منزع
ورمضان امبارح نصيب والله كل رمضان بالنسبه لي مش حدا لو قلت لك يا عم.